بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك والله على كل شيء قدير. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته
رَبَّنَا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ صدق الله العظيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى